بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بأحسن أحوالكم. تسمحوا لي البنات ونستسمحكم كامل على الغياب وعلى نقص الفيديوهات وعلى كل ما طلبتوا مني وما لبيتش الرغبات. إن شاء الله تتفهموا ظروفي القاهرة اللي خلتني نمتنع على الفيديوهات يعني المدة هذه كامل تقريبا، يعني راني في شهرين. راني نحاول مرة على مرة نجاوب الاستفسارات اللي هي تكون يعني مزروبة، حتى ولو يعني عندي مدة ملي درت يعني تسجيل اتحادات الكابتيو، لكن لم يتسنى لي الفرصة باش نجاوب عليها. بون شو واش قاعدة ندير؟ راني نخيط في لي طابليي دو كويزيني. هذا سي لو موديل او القيس تاني، يعني حنعمل موديل وقيس. ما نقدرش ندير فيديوهات زوج مقاس عليها، ساعات القماش على زوج يتقص بهذا الصغير وساعات على ربعة لازم لي هذا الكبير. القماش راهي نخدم في الكابردين، نخليوها نخليوها يعني في وقتها. ندير لكم يعني ان باترون نتاع لي طابليي، مع انه ما نظنش انكم تحتاجوها، لكن العلم بالحاجة فقط، يعني لازم تكونوا تعرفوا كل شيء. وفي سياق الموضوع اللي هي علم الخياطة او تعلم الخياطة، لقيت تساؤل اخت ونظن انه راه ينطبق على بزاف الاخوات. الاخت تقول، يعني نرجع خير للكومونتير نتاعها. الاخت تقول يعني تحيه ليها وتسمح لي الاخت اني طولت عليها باش نجاوبها. تقول انا نتعلم في الخياطه من اليوتيوب بحكم عفوا البنات وتقول بحكم المسؤوليه تاع الاطفال راني نتقدم ببطء وندير شويه اخطاء، خاصه كي نخيط الموديل جديد. وساعات يطيح لي المورال، هي تقول لكن يطيح لي المورال. ونقول باش نحبس بهاد الوتيره عمرني راح نتقدم في الخياطه. تقول مستحيل راح نولي نخيط حاجه معقده الى الاخر، مع اني نخرج حاجه ملاح ولكن نطول فيها. تقول لي واش رايك اختي، شحال نقعد شحال تقعد الوحده كما حالتي باش تتعلم الخياطه تماما، يعني باش نتعلم تقريبا كامل الموديلات المطلوبه، هل تاخذ سنه سنتين او اكثر؟ هي تقول تعيشي جاوبيني. سنه سنتين نظن انها ممكن جدا، كما ممكن تتعلميها في بعض اشهر. هذا يرجع ليك، يرجع الخفه تاع راسك، يعني تتعلمي الحاجه ليه. فقط انت تقولي اني تتعلمي بوتيره ببطء لانك ماكيش منظمه افكارك وماكيش منظمه نفسك وحياتك يومياتك، ماكيش منظمه في الحياه اون جينيرال باش تقدري توفقي ما بين اعباء البيت، مسؤولياتك كربة بيت، مسؤولياتك كأم، وهذا واجبك وهذا اول واجب لكل ربة بيت وكل امراه، او يعني ما نعممش المراه لكن نقول خاصه الامهات، هذا هو واجبك الاول، هو تربيه ابنائك يعني تربيه جيده وتربيه صالحه والاعتناء ببيتك وكل واش يجيب الراحه والهدوء والطمأنينه لاهل البيت. هذه هي اول رساله نقدموها، وباذن الله نكونوا على قد المسؤوليه ونكملوها على اكمل وجه. فقط اختي نظمي نفسك، نظمي وقتك. عارفه انا رجعي للفيديوهات نتاعي، راني درت كيفاش كنت نخيط ومن طوق كيفاش كنت ننظم وقتي كربة بيت. ان شاء الله تدي بعض الافكار، لانه كاين هناك اولويات في الحياه، اولويات في البيت، اولويات في تربيه الاطفال، يعني اولويات نعقبوا ونفوتوا حاجه على حاجه. ما نقدروش نديروا كل شيء نفس اليوم، نقدروا نخلفوا حاجه نخدموها مره في الاسبوع، حاجه نخدموها كل يومين ثلاثه، حاجه تخدم كل يوم. يعني نعرفوا كيفاش الانسان يقسم وقته ولا يرهق نفسه ولا يرهق بدنه. ونقولوا لي بدنك عليك حق، ما تتعبيش روحك نفسي باش ما يحكمكش الاكتئاب، باش ما تكرهيش من روحك من حياتك من كل ما هو يحيط بك. هذا هو اللي وصل للاكتئاب الحاد. على كل حال المرأة الجزائرية عامة معروفة بالقوة والإرادة والعزيمة والتحدي، يعني إلا من رحم ربي، يعني كاين فئات قليلة برك اللي راهم يعني نقولوا خارج الموضوع، لكن درتي دويرة ودرتي وليداتك راهي أول اهتماماتك. لكن كي تحبي تعلمي مهنة، حبي تتعلمي ميتي، حبي تتعلمي حرفة، جميل جدا. وكونتخي أنا يعني نشجع على تعلم ميتي تخدمي به، وسواء تستنفعي به نفسك لأهل بيتك أو تسترزقي منه، يكون يعني حاجة مليحة. يعني
هنا يرجع لك ليك واش راح ديري لو ميتي تاعك اللي حابه تعلميه. قلتي حابه تعلمي الخياطه وهذا براتيك ما تقريبا هو حلم كامل السيدات المكيثات في البيوت او حتى كاين اللي يخدموا تقول لك نحب نخيط فقط باش نمتع نفسي باش نلبس روحي. يعني هنا انا نشجعكم بزاف تعلموا الميتي البنات تعلموا الحرفه. قلنا الخياطه انا مع بدايه القناه وزدت عاودتها في القناه الثانيه اللي هي طرز وخياطه سهام كيفاش نبداو تعلم الخياطه اللي هي الدروس البدائيه الدروس الاولى. راهو كاين تدرج ما راحوش ندخلوا نتعلموا الخياطه ديريكتومون الفصلو كندوره ابدا ابدا. كاين هناك مراحل نفوتوا عليها كاين هناك دي زيتاب هي المراحل. نعم نبداو بالعقل يعني نبداو درجه بدرجه روحوا بالعقل نطلعوا بالحاجه بالحاجه حتى نتعلموا كل شيء. يعني كي نقول لك نتعلموا نخيطوا كندوره داكوغ لكن الكندوره راهي عندها مراحل الكندوره تفوت على مراحل بزاف باش نوصلوا نوقفوا كندوره. نبداو برفع المقاسات لازم تتعلمي كيفاش ترفعي المقاسات وقبل المقاسات راني نزلت الفيديو الاول ثاني راهو في دوره تكوينيه في البلاي ليست في القناه هذه يعني يوميه سهام راني كاينه الدوره التكوينيه من البدايه. يعني نقول لك واش لازمك ادوات واش توجدي باش تبداي تتعلمي في الخياطه. ما حيتش نقول لك انا بديت تعلمي ومن بعد انت تبداي تحوسي ايه ما عنديش مقص هي قالت لازم شريط المتري ما عنديش شريط. لازم توجدي حوايجك تلميهم تعملي اون بتيت بواط ان ساك يعني ان بورت مونجي يعني حاجه اللي باش ما تخليش حوايجك مفرزعين في الدار يعني حاجه تجمع لك وتنظم لك حوايجك باش تاني الاولاد ما يمسوهم لكش ما يروحوش ليهم. على كل حال نورمالمون كامل نعرفوا كيفاش ننظموا رواحنا كيفاش نعملوا حويجاتنا في حاجه هكا مخصصه للخياطه. احنا كنا نقولوا لا بواطا كوتور هذه لما تعلمنا في المدرسه يعني كان عندنا حصه اسمها النشاط او ماده اسمها النشاط المدرسي يعني كانوا يعلمونا فيها توسكيفي الاما كانوا حتى يعلموا الرسم. احنا بدينا بالخياطه يعني بدينا نتعلموا في الخياطه كنا صغار جا في 14 عام في حصه النشاط مع واحد الاستاذه يعني هي السيده شوقي الله يرحمها في نهار اليوم هي سيده توفات. هي اللي علمتنا اساسيات كيفاش نهزوا البراو وندخلوا الخيط ونبداو. انا قلت لكم اني تعلمت خياطه على امي داكوغ الخياطه اللي هي خياطه الملبوسات لكن كيفاش نهز البرا كيفاش نعقد الخيط كيفاش نبدا نحط في ان تورشون كيفاش نبداو نديروا لي بوان سيتي في المدرسه كانت هذه اسمها النشاط. النشاط كاين نشاط حاجه نجد مدرسه جو بونس والله نسيت. المهم يا البنات والله سي مالوغ سي مالوغ هذه الماده راهي تنحات والله كنا بزاف بنات تعلموا حوايج ابارتيغ من هذه الماده ومن تماك انطلقوا يعني لا بيرسون سي ديكوفر يعني المهارات يعني سو ديكوفر يعني تلقى عندها مهارات واش حايبه تخدم في حياتها يعني تقدر هذيك الخياطه تعلمتها تستعملها لنفسها فقط او حتى الطريزه يعني الطريزه تاع اليد راه تعلمناها من ليكول. حتى اختي اللي قال مني تعلمت هذه الطريزه في ليكول وخدمت بها وراهي تخدم لحد اليوم الطريزه تاع اليد الله يبارك يعني ما شاء الله خدمه وحرفه جميله جدا لكن للاسف راهي قاعده تروح. قلنا البنات الانسان ينظم نفسه توجدي المستلزمات كامل نتاع الخياطه وتبداي بالدروس الاولى. نسيت نقول لكم انكم لازم تخيروا مع من راحين تتعلموا في اليوتيوب راهي كاين القنوات ما شاء الله وكاين اللي سابقيني انا عن نفسي كنت قبل ما ندخل اليوتيوب خلاص كنت نتفرج اخوات عاملين قنوات يعني تاع خياطه كنت نتفرج معاهم. كاين اللي كنت نلقى انهم دايرين اخطاء وكاين كنت اللي نلقى انهم ما راهمش يوصلوا المعلومه صحيحه هما بدات يعني ربما تعلموها بهذيك الطريقه. وكاين اللي تعطيك يعني تعليم ما شاء الله فور يعني تعطيك المعلومه صحيحه بادق تفاصيلها بطريقه مبسطه ضرر كبيره. ثاني حاجه نقول لك انك تعلمي من عند وحده اللي تكون لهجتها تاعها مفهومه يعني كي تعود تتفهم فيك في الحاجه انت ما راكيش تبدلي في مجهود باش تفهمي الهضره تاعها ولا واش راهي تقول باغابوغ للشيء اللي قاعده تعلم فيك. يعني حوسي على وحده تكون الهضره مفهومه الشرح مبسط طريقه صحيحه هذا واش نقدر نقول لك. يعني حبيتي تتعلمي معايا مع غيري هذه يرجع لك انت مع من تستراحي ومع من تفهمي الدروس تبداي بالحاجه تبداي بادق التفاصيل بابسط التفاصيل الحويجات اللي هما صغار الحويجات اللي هما سهلين تبداي تتعلمي كيفاش نفصلوا رقبه كيفاش نحط اولا تتعلمي كيفاش رفع القياسات كيفاش نهزوا القياسات على لا بيرسون. انا مديره لكم رفع القياسات كيف حاطه المانكا وانا مديره بليزيور فيديو راني كاين بزاف ما نقول لكم كاين زوج ما كاين ثلاثه. من بعد كيفاش نحطوا طريقه طي القماش
وكيفاش طريقه طي القماش، كيفاش نبداو نحطوا المقاسات، كيفاش نعملوا الباترون فوق القماش، كيفاش نهزوا المقص ونبداو نفصلوا. ومن بعد رانا نرجعوا في التفاصيل، يعني الرقبه، كيفاش نفصلوا الرقبه، كيفاش نخرجوا الرقبه اللي حايبين، كيفاش نحطوا حرده الابط، كيفاش نجيبوا حرده ابط صحيحه على قد يعني القياس نتاع الزبونه نتاعنا، كيفاش نخرجوا اون مونش، اون مونش كورباي كوم اساس، كيفاش نعملوا لا دمي مونش، يعني المروحه واسمها الفراشه، يعني الحلزونيه، كلش كلش كلش، يعني ما خليت والو. اللي ما حطيته الكمش في القناه البنات، راني حاطه كل شيء، فقط اعرفوا كيفاش تدرجوا في الدروس، اعملوا الكراس. طبعا الدرس اللي تحفظيه من اليوتيوب، الدرس تلقاني درتيه اكتبي في الكراس، تتعلمي هذيك الجمله او هزيتي عليا معلومه، حبسي الفيديو دوني في الكراس، ومن بعد ارجعي مشي الفيديو بهذه الطريقه. حبيتي تسمعي الفيديو حتى الاخير ومن بعد تزيدي تعاودي اون دوزيام فوا، تكوني هزيتي معلومات كفايه، وبداي دوني في الكراس نتاعك وكتبي كل درس والعنوان نتاعو، ومن بعد نرجعوا للتطبيق. راهو التطبيق ضروري جدا، الا ما طبقتيش الشيء اللي تعلمي فيه كومبسي ما تعلمتيش. طبقي على اشياء باليه، اشياء قديمه، اشياء مستعمله، اشياء ما تستعملوهاش في الدار، يعني ديدغا قدم، كنادر قدم، حوايج ما تحتاجوهمش طبقي عليهم، ديري دي كروكي صغار وطبقي عليهم وخبي، اعملي ان ساشي، وكل ما تطبقي الحاجه تاعك خبيها، ما تطيشوش حوايجك من البنات، ما تفرزعوهمش في الدار بعد كي تحتاجوا الحاجه توليو تحوسوا منه ومن هي. كونوا منظمين في حياتكم، اكيد نضمن لكم انكم راحين تتعلموا بطريقه جيده وطريقه سلسه وطريقه مرنه، حتى انتم تحيلوا في رواحكم كيفاش تعلمتوا بهذه السرعه. راني حتى انا راني زربت وحبيت نسرع في الفيديو على قد ما نقدر باش نوصل لكم المعلومه كامله مكمله. ولا عندكم بعض الاستفسارات خليهم لنا في الكومنتير، طبعا راح نجاوب الاخوات. نقول لكم يومكم جميل موفق، ومع السلامه.